أمام التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا وعقوبات قيصر التي أحدثت شللاً في القطاع الصحي والاقتصادي المنهك أصلاً بفعل الأحداث التي تعصف بسوريا منذ عام 2011، تشهد أسعار الأدوية ارتفاعاً غير مسبوق في مناطق شمال شرقي سوريا بفعل انهيار الليرة السورية أمام الدولار وتوقف إنتاج العديد من معامل الأدوية في البلاد. كثيرة هي الأزمات التي يعاني منها الناس هنا، لكن أزمة الدواء أطلت لتفاقم أزماتهم وتزيد حالة القلق والترقب بينهم في ظل واقع معيشي متردي يعيشونه منذ سنوات. أمام التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا وعقوبات قيصر التي أحدثت شللاً في القطاع الصحي بسوريا المنهك أصلاً بفعل الأحداث التي تعصف بالبلاد منذ 2011، حيث تشهد أسعار الأدوية ارتفاعاً غير مسبوق بفعل انهيار الليرة السورية أمام الدولار، الأمر الذي تسبب بتراجع أو توقف إنتاج العديد من معامل الأدوية. أم نعمان ضحية لهذه الأزمة، حيث تعاني من مرض السكري وارتفاع الضغط الشرياني، ووفقاً لأطباء مختصين فإن توقفها عن تناول الجرعات بانتظام في كل صباح ربما يؤدي إلى قصور أعضاء متعددة لديها. آخر وصفة دواء اشتريتها من 20 يوم، وهلأ عم دور على دواء لأشتري ما عم لاقي. مدينة القامشلي تشهد صيدلياتها نقصاً حاداً في الأدوية يصل إلى 70%، فيما ترتفع أسعار الأدوية المتوفرة بنسبة 200%، وهو ما يرهق كاهل المواطنين خاصة المرضى منهم. تأثير على المواطن طبعاً تأثير كبير، يعني المواطن اللي كان يجي ياخذ الأدوية اللي كان ظرف 500 ليرة هلا صار 1500 ليرة، طبعاً بيأثر عليه. طبعا في موظفين رواتبهم قليله ما يقدروا يعني ياخذوا هالكميات الادويه، فيجي لك المواطن يقول لي بدي دواء واحد لكل شيء، يعني الالتهاب وخافت حراره ما في هيك شيء. اطباء ومراقبون يطالبون بضروره تدخل الاداره الذاتيه لتوفير الادويه الاساسيه الخاصه بالامراض المزمنه عبر شرائها من دول الجوار، عوضا عن مراقبتها للمستودعات والصيدليات لمنع الاستغلال وارتفاع الأسعار. من مدينة القامشلي، سولين محمد أمين، اليوم. لمناقشة هذا الموضوع معنا من الشمال السوري الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية. دكتور جوان مرحبا بك، هل من أسباب واضحة لارتفاع أسعار الدواء في شمال وشرق سوريا؟ تحياتكم ولجميع مشاهديكم. أهلا بك. طبعا في الآونة الأخيرة وبعد فرض قانون قيصر على سوريا ومن ضمنها شمال وشرق سوريا، واحتقار جميع معامل الأدوية للمواد الأولية وغلاء ثمنها نتيجة هبوط سعر الليرة السورية، بدأت هذه المعامل تفتقر للمواد الأولية وإمكانية حصولها على هذه المواد وبالأسعار المقولة، السبب الذي أدى إلى نقص في الأدوية ونقص في المواد الأولية، وبالتالي حاليا عموم سوريا تعاني من أزمة دوائية خانقة. بدأت كثير من المعامل بالتوقف عن العمل والتأمين نتيجة كما ذكرنا نتيجة احتقارها للمواد الأولية وهبوط الليرة السورية، وهذا سبب بشكل مباشر شمال سوريا، باعتبار أن شمال شرق سوريا كانت جميع التي تم أو المتواجدة فيها يتم استخدامها من مناطق الأخرى، مناطق الموجودة تحت سيطرة النظام، باعتبار كل المعامل 90% من المعامل الموجودة في تلك المنطقة. لذلك حاليا ليس فقط شمال شرق سوريا، عموم سوريا تفتقر للأدوية، تفتقر المواد الأولية لصناعة هذه الأدوية، الكثير من المعامل خرجت عن الخدمة، وهذه أزمة ستستمر بهذا الشكل في حال الاستمرار بفرض هذا الحصار المفروض على كل سوريا. طيب هذا بالنسبة لموضوع الغلاء وضحت الأسباب، فيما يخص الصيدليات هل تتمكن من تأمين كل أصناف الأدوية المطلوبة الآن؟
نعم، حاليا نتيجة نقص في الأدوية وعدم الصعوبة في الحصول عليها، أصدرنا تعميما كهيئة الصحة في جماعة الشرقية، وسمحنا باستيراد الأدوية الأجنبية المعروفة المنشأ المعلومة المنشأ، وذلك تلافيا لحدوث أي نقص وأي أزمة دوائية على الأقل أن تكون موجودة حتى وإن كانت غير سورية. الوقت الحالي في الوقت الحالي هناك أزمة، ولكن هذه الأزمة ليست لدرجة افتقاد جميع أنواع الأدوية، ولكن هناك بعض أنواع الأدوية فقدت نتيجة هذا التعميم الذي أصدرناه قبل فترة. يتم حاليا توفير هذه الأدوية من معظم ومن السورية. نحن نتوقع في الفترة القريبة القادمة توفر جميع أنواع الأدوية الغير متوفرة وطنيا. طيب، يعني فيما يخص النقص الحاصل في بعض الأدوية هناك إمكانية لاستيرادها؟ نعم، سمحنا بتعميم صادر من هيئة الصحة باستيراد الأدوية الغير متوفرة حاليا في أسواقنا والغير قادرة المعامل على إنتاجها باستيرادها من الخارج. طيب، لو سألتك سؤال على الإطار العام دكتور رجوان، يعني الآن أنت ذكرت بأنكم سمحتم باستيراد أدوية حتى لو لم تكن سورية. طيب، هناك الآن أدوية هندية على سبيل المثال، وفي بعض المناطق السورية أدوية تركية إضافة إلى الأدوية السورية، هذا الاختلاف هل له أثر على المرضى؟ نعم، نتيجة الأزمة التي حدثت في سوريا منذ 9 سنوات تبين أن الأدوية السورية هي الأدوية الأكثر فعالية وأكثر نجاحا من بين جميع الأدوية التي تم استيرادها، سواء كانت أدوية هندية أو صينية أو تركية. حتى جميع أطبائنا يرغبون بالأدوية السورية ويفضلون الأدوية السورية عن بقية الأدوية. طيب، نعم، ولكن كما ذكرنا نتيجة إغلاق بعض المعامل ونتيجة عدم توفر بعض أنواع الأدوية سمحنا باستيراد أدوية أجنبية الغير متوفرة كما ذكرنا، ولكن نقولها أيضا الأدوية الوطنية أكثر فعالية من الأدوية الأجنبية سواء هندية أو صينية أو تركية. طيب، منطقة شمال وشرق سوريا الآن تعيش في حالة حصار، حتى معبر العروبية تم إغلاقه بفيتو روسي صيني وكان من خلاله تدخل مساعدات طبية للمنطقة. السؤال الآن بالنسبة لأي مؤسسات أو منظمات دولية عاملة في منطقتكم، هل تساعدكم في تأمين النقص الحاصل في الأدوية؟ نعم، إغلاق معبر تركوشر معبر العروبية كان أكبر ظلما لأهالي شمال وشرق سوريا بحرمانهم من المساعدات الإنسانية ومن المساعدات الطبية التي كانت تدخل عبر هذه المعابر من قبل جميع المنظمات الدولية. حاليا لدينا تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية على الأقل توفير الأدوية التي تحتاجها هذه المنطقة، ولكن باعتبارها منظمة دولية وتابعة لقرارات الأمم المتحدة لا يمكنها هي أيضا أن تستخدم هذا المعبر أو أي معابر غير نظامية، وهي تحاول فقط توفير الأدوية عن طريق معابر الرسمية وعن طريق دمشق، وبالتالي لا يمكنها تقديم أي حلول في هذا المجال. إغلاق معبر العروبية واستمرار في إغلاقه من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهذا الشكل سيدخل عموم سوريا وبالتحديد شمال وشرق سوريا في أزمة، على الأقل أزمة طبية أزمة إنسانية مقبلة في الفترة القادمة. طيب، حتى الآن أزمة الغلاء وأزمة فقدان بعض أصناف الأدوية، كيف تقيم انعكاساتها؟ وبالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة ماذا يفعلون دكتور شوان؟ نعم، حتى هذه الفترة هناك بعض أدوية لا زالت متوفرة وبكميات لا بأس بها. الضائقة التي نعاني منها هي الأدوية المزمنة وبعض الأمراض الأخرى مثل السرطانات الغير متوفرة أدويتها في مناطقنا وغير متوفر علاجها بشكل عام في مناطقنا. هؤلاء يعانون حاليا من عدم توفر الأدوية الوطنية، ولكن كما ذكرنا بعد السماح وبعد إصدار تعميم بإدخال الأدوية الأجنبية ستتوفر الأدوية المزمنة أيضا، ولكن نقولها صراحة بفعالية أقل من الأدوية الوطنية. كيف تقرأ مستقبل واقع الدواء في شمال وشرق سوريا؟ طبعا كل بلد أو كل دولة في حال وجود حصار عليه ومنع دخول الأدوية إليه سيعاني من مشكلة ومن أزمة
إنسانية وأزمة صحية أزمة طبية. باستمرار إغلاق هذه المعابر وفرض حصار على عموم سوريا وعلى بالتحديد وبالخص على شمال وشرق سوريا، ستعاني هذه المنطقة من أزمة دوائية على الأقل على المدى ليس ببعيد. لذلك على جميع المواطنين أخذ الحذر والحذر، جميع مستودعات الأدوية أخذ الحذر، والقيام بتأمين احتياط استراتيجي لديها كما هو حاليا متبع في جميع مستودعاتنا. لذلك على جميع كما ذكرنا جميع المستودعات، جميع الصيدليات، جميع المواطنين أن يعوا خطورة هذه المرحلة التي نمر بها، بأن هناك أزمة دوائية تلوح بالأفق نتيجة هذا الحصار المفروض على سوريا عموما وعلى شمال وشرق سوريا بالأخص. على شمال وشرق سوريا خصوصا هناك حصار. طيب، بالمحور الأول كنا قد تكلمنا عن أزمة المياه في شمال وشرق سوريا دكتور جوان، وكيف تقوم تركيا باستغلال المدنيين السوريين من خلال تحكمها بمحطة مياه علوك. تحدث لنا المسؤول بأنه مع بداية عام 2021 هناك مشروع استراتيجي سينجز وسيتمكنون من خلاله من تأمين المياه للحسكة والخلاص من هذا الابتزاز التركي. كقطاع طبي، هل هناك إمكانية لدى الإدارة الذاتية لي على سبيل المثال إقامة معامل دواء، تأمين واقع طبي جيد ومواجهة هذا الحصار؟ نعم، تجهيز معامل دوائية خلال فترة قصيرة كما ذكرتم حتى نهاية 2020 من الصعب جدا. لدينا مشاريع بهذا الخصوص، تدرس مشاريع لتأمين الأدوية بمختلف مكوناتها بمختلف منتجاتها، والسماح للمعامل قدوم إلى شمال وشرق سوريا وفتح مراكزها في هذه المنطقة مع تقديم كل التسهيلات والاحتياجات الضرورية اللازمة لهذه المعامل. ولكن هذا يتطلب المزيد من الوقت، يتطلب المزيد من الاستقرار حتى تقوم هذه المعامل بالقيام بكل هذه التكاليف والقيام وتجهيز معامل وتجهيز شركات لها ضمن شمال وشرق يعني سوريا. يعني أفهم منك هذه أحد خيارات الإدارة الذاتية اليوم لتقديم واقع طبي جيد؟ السؤال غير من أسمع السؤال. نعم، هذه أحد خيارات الإدارة الذاتية لتقديم واقع دوائي جيد في المنطقة؟ نعم، نحن كما ذكرنا حاليا ونفتح المجال لجميع شركات الأدوية وجميع معامل الأدوية بالقدوم إلى شمال وشرق سوريا وتقديم كل التسهيلات وكل الاحتياجات اللازمة لهم للعمل ضمن مناطق الشمال وشرق سوريا وتأمين احتياجات الضرورية لهذه المناطق وحتى تصديرها إلى جميع مناطق سوريا. عمليا ما الذي يعنيه ذلك وكم من الوقت قد يستغرق ذلك، هذه الخطوات التي تفضلت بالحديث عنها؟ نعم، هناك تواصل من كثير من المعامل الموجودة سواء كانت في مناطق النظام أو حتى في مناطق الأخرى التي هي تحت سيطرة المرتزقة الأتراك لعدم إمكانية الاستمرار في تلك المناطق وعدم إمكانية العمل في تلك المناطق نتيجة الأزمة الأمنية وعدم استقرار في تلك المناطق. هناك تواصل مع هؤلاء المعامل للقدوم إلى هذه المناطق والعمل في مناطق شمال وشرق سوريا التي تتمتع نوعا ما بالاستقرار مقارنة مع المناطق الأخرى. ولكن كما ذكرنا لكم هذا يتطلب المزيد من الوقت، يتطلب المزيد من الإمكانيات، والفترة القادمة ستكون إن شاء الله كفيلة بوجود بعض هذه المعامل في مناطق. هل ستساهم هذه الخطوات أيضا في القضاء على موضوع الغلاء الفاحش في كل شيء وأخص بالذكر الأدوية هنا؟ نعم، المناطق كما ذكرنا المناطق الأكثر استقرارا حاليا في سوريا والأكثر أمانا في سوريا، ولو كانت استقرار وأمان نسبي، هي مناطق شمال وشرق سوريا. والتوجه الإدارة في شمال وشرق سوريا بالسماح وإعطاء كل التسهيلات لهذه المعامل لهذه الشركات القدوم إلى هذه المنطقة والعمل على هذه المنطقة أولا لخدمة أبناء هذه المنطقة وخدمة جميع الشعب السوري من هذه المنطقة، سيكون كفيل نوعا ما حدوث توازن في السوق المحلي وتقديم المنتج السوري الناجح والجيد
وبأسعار مقبولة لجميع مواطنيها. بهذا الشكل بهذه المقترحات سنكون يعني قادرين على الأقل في الفترة الحالية للتصدي لغلاء الأسعار سواء كانت الأدوية أو جميع المنتجات الأخرى. نعم، جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات ضيفا كريما من الشمال السوري الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية.